السلام عليكم، أنا اسمي محمد سعيد، بس في أغلب الأماكن هتلاقوا اسمي ألفا أرسلان روشنة. روشنة يا عم سعيد، حد يخفي الحلاوة؟ يا دماغ. أنا طالب هندسة إلكترونيات واتصالات، متخصص في مجال نظم المحتوى Embedded System، وحاليا بتعلم إزاي أدخل الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الإلكترونية، والنواتج بتكون مذهلة جدا. على سبيل المثال، روبوت بيتعرف على صاحبه ويمشي وراه، كاميرا طايرة بتتعرف على الوجه وتتابعه، سيارة بتراقب وتتعرف على حركة المرور وتسوق نفسها. القصة بدأت من زمان، من سنة 2014، بدأت مع لغة C++ وأنظمة لينكس. كنت عايز أبقى هاكر. لكل فعل رد فعل، وأنا قررت أكون أسوأ رد فعل في العالم. شباب بقى، ما كلنا كنا شباب. اتعلمت سي وبايثون وتقنيات كتير جدا، وتعلمت أردوينو وبعده متحكمات AVR. بداية شغلي كانت أبريل 2017 بعمل مشاريع أردوينو. في يوليو 2018 قلنا كفاية كده أردوينو، ودخلت مرحلة الراسبيري باي، واشتغلت مشاريع عليها كتير الحمد لله. والمرحلة الجاية إن أتعلم الماشين ليرنينج وأدخله في مشاريعي. في القناة هنا هعرض عليكم كل فترة شغلي ومشاريعي اللي عملتها قبل كده واللي هعملها إن شاء الله، ويمكن نتعلم حاجات جديدة سوا، وأوريكم أنا بكتب الكود إزاي، ويمكن نعمل تحديات جديدة. المحتوى هيكون كله بالعربي طبعا، يعني مع ان ممكن اعمله انجليزي عادي. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. بس انا بقول العرب اولى يعني. وانا بعرض خدمات الاحترافية في المجالات اللي قلتها واللي حاولها ان شاء الله، ولو شاء ربنا ممكن تقابلوا ناس من عملائي اللي اشتغلت معاهم واللي انا بتشرف بيهم وبعتبرهم كلهم اخوة واصدقاء. هتلاقوا لينكات جيت هاب ولينكدين في الديسكريبشن تحت. المشاريع التقيلة مش هتلاقوها على جيت هاب للأسف، لأنها بيتم فتحها بعد شهرين من تسليم العميل ليها، عشان نضمن ما يحصلش ضرر للعميل. في انتظار تعليقاتكم، وبشكر كل الناس اللي شجعوني اني اعمل حاجة وساعدوني في نشرها. من غيركم ما كنتش هقدر اعمل حاجة بجد. ولو انت اول مرة ممكن تعمل اشتراك كده يعني، لو مش هيضايقك. ولو حد من صحابك دماغه جايبه المجال بتاعنا، هاتوا هنا وسط العيلة بس كده. سلام عليكم.